ما أن يحل موسم الصفر حتى يحل معه انخفاض في درجات الحرارة واعتدال في الطقس، أمر يستبشر به سكان الكويت كثيرا بعدما يكونون قضوا شهور من العيش تحت حرارة ورطوبة عاليتين تصاحبهما في بعض الأحيان عواصف ترابية خانقة. لكن اعتدال الطقس يجلب معه أيضا ضيوفا ثقيلي الظل، إنها الأمراض التنفسية الموسمية وعلى رأسها الإنفلونزا، كما يطل كورونا برأسه مرة أخرى بمتحور جديد. اليوم الإنفلونزا الموسمية في العالم كله أصبحت قوية شوية، الفيروسات بدأت تنتشر بسرعة، في تغيرات جينية بين الفيروسات، هذا المعركة ما بين الإنسان والميكروبات أو الفيروسات هي معركة أبدية، بدأت من وجود الإنسان ولن تنتهي. اللي يقلل الإصابة هو الامتناع أو البريفنشن اللي هو الوقاية، اللي هو الاشتراطات الصحية بغسل اليدين ولبس الكمام، هذه اللي تمنع الإصابة. أما التطعيم فهو يقلل من فرصة حدوث أعراض مصاحبة بعد الإصابة. نصائح يأخذها البعض في الحسبان، لكن آخرين يبدو أنهم لم يتعظوا من دروس وباء كورونا. الحمد لله الوضع شايفه كويس، يعني ما فيش أي ألا، بس هو كإجراء احترازي بس، يعني نلبس الكمام كبير، يعني مناعته قوية ولا أحس أنه راح يجي شيء، يعني مناعته زينة، بس أهم شيء الصغار يعني. ورغم أن الوضع الصحي ما زال مطمئنا، إلا أن السلطات تذكر بالنصيحة الذهبية، درهم وقاية خير من قنطار علاج. أمراض موسمية ترسل الكثيرين إلى المستوصفات وبعضهم للمستشفيات، ومتحور جديد لكورونا يعيد النصح بارتداء الكمامات في المستشفيات والأماكن المكتظة للوقاية منه ومن غيره من هذه الأمراض، مقرونة بالتأكيد على أن الوضع الصحي في البلاد تحت السيطرة. سعد العنزي، سكانز عربية، الكويت.